مشاهدينا الاعزاء، مساء الخير واهلا بكم معنا ولقائنا المتجدد وملف جديد وملفاتنا في عاجل الاهميه. ملفنا النهارده ملف استهلك من سنوات طويله جدا الكلام فيه، مساله النصب على الافراد او النصب على المصريين. على فكره دايما النصاب بيبقى مرتبط بالطماع، يعني كل واحد له طموحات في حاجه ما يعملهاش هو بايده بيرتبط على طول بواحد نصاب يستغل هذا الطمع. ويمكن الأستاذ الفاضل حمدي رزق لما كتب أنه الطماع دايما مرتبط بالفلسنجي، لأنه الطماع ده بيعمل كل المبالغ دي عشان يسلمها بعد كده الواحد هو محتاج منه مبالغ بشكل كبير جدا غير متوقعة. طب احنا ليه بنخضع للنصابين دول اللي كل شوية يظهروا لنا؟ كل فترة يروح ظاهر واحد واخد له شوية قرشينات من مجموعة كبيرة جدا من المصريين ويمشوا وراه ويستجيبوا ليه وياخدوا مبالغ غير منطقية، هما متهيألهم ان هما هياخدوا المبالغ دي مدى الحياة. ايه اللي ممكن يكون بيتعامل فيه واحد نصاب اما يكون بياخد 360 ألف جنيه ويديك كل شهر 36 ألف؟ لما ادى اول شهر 36 ألف جنيه، طب ما كلنا نقعد في بيوتنا وبلاش نشتغل وكفايه عليه هو ان هو بيشتغل بالنيابه عننا. هل منطقي اني اكون بحط 360 ألف جنيه عشان اخد 36 ألف جنيه كل شهر مدى الحياه؟ طب فين المنطق؟ مين اللي بيحط عندهم وبيفكر ازاي؟ والفلوس بتاعت هذا الرجل اللي دايما شخصيه غير معروفه وغير مألوفه بالنسبه لنا، بيحط فلوسه فين؟ في بنك من البنوك في مصر، في 10 بنوك، في 15 بنك، لما واحد ملوش اسم خالص ومحدش يعرفه ويبدأ يحط ايده ورجله في البنوك فجأة وبهذه المبالغ المهولة، محدش بيسأله من اين لك هذا؟ جبت الفلوس دي منين؟ مين اللي انت بتتعامل معاهم؟ مين اللي بيتعاملوا معاك؟ ايه التجارة اللي انت هتعملها بالمبالغ دي؟ طب والقانون اللي حط نظم معينة وقواعد معينة عشان تاخد ترخيص تباشر بيه هذا النوع من العمل، القانون اللي اتعمل من سنة 88 ومفيش ولا ترخيص اتاخد من 88 للنهاردة عشان التعامل بالشكل ده، الناس دي بتعتمد على ايه؟ على فطرتنا ولا احيان كتير على سذاجة البعض مننا؟ والسذاجة دي بتبقى سذاجة ولا طيبة زايدة؟ هي طيبة زايدة بس الآخر بتوصل لمشاكل كبيرة جدا جدا جدا، بتوصل لخراب بيوت، بتوصل لتدمير، بتوصل لمرض، وصلت في الفترة الأخيرة للموت. إيه اللي مطلوب مننا في الفترة الجاية؟ طمع ما ينفعش. خلينا نفكر حتى بالمنطق، المنطق هو القانون والمنطق هو الشرع أيضا. نفكر بالمنطق، هل معقول إني أحط المبلغ ده يطلع لي المبلغ ده؟ واحد زائد واحد يساوي اتنين، إذا عقلناها استفتي قلبك، إنما إزاي نتعلق بفرد كلنا كده متعلقين بفرد واحد؟ يا سلام، للدرجة دي هو موثوق فيه؟ وجات لنا الثقة منين؟ والمصدر ده جه منين؟ وإيه اللي ممكن نعمله؟ لو فكرنا لثانية لو الفلوس دي ضاعت هنعمل ايه؟ لما لم فلوسي وفلوس ولادي وفلوس اخواتي وفلوس العيلة كلها عشان احطها عند واحد مرة واحدة اداني مبلغ كبير، هوصل معاه لفين بعد كده؟ تعالوا معانا نشوف هذا الملف النهاردة وهو ملف النصب على المواطن المصري البسيط وازاي نقدر نتجنب ده في الفترة القادمة ان شاء الله، على الرغم من انه حصل اكتر من مرة، انما عندنا امل اننا لما نناقش الملف ده ونفتحه للمرة العشرين نتجنب ده في الفترة الجاية ان شاء الله. تعال معنا عزيزي المشاهد، وهذا الملف شديد الاهمية وعاجل للاهمية. بالنسبة لشركات توظيف الأموال، الشركات ديت انشئت اساسا وقامت في الثمانينات من القرن الماضي اللي هي الريان وخلافه، تمام؟ الشركات ديت سيادتك توجه الناس ليها والدافع كان ليها من منطلق ايه؟ من منطلق الربح الزياده والفائده الاعلى، تمام؟ البنك سعادتك، البنك في ايده ان هو اذا وفر للناس الربح المطلوب او نفس الربح اللي الشركات دي كانت بتعطيها له اللي هي شركات توظيف الاموال،
يعني سعادتك هتلاقي طبعا ما فيش اقبال على الشركات دي، والشركات دي هتتلاشى. عدم وجود اجهزه رقابيه على الناس ديت، وطمع الناس، طمع الناس في توظيف اموالهم. يعني هو موجود قدامه البنوك وقدامه مشروعات تانية ومشروعات امنه، وكان قدامه اسهم قناه السويس، لكن هو لجأ لانه اساسا عرف ان هو جاي له فايده زياده وغير مبرره، والمفروض ان هو يعرف ان ده نصب من البدايه، نصب واحتيال. حرام ان يكون واحد معاه فلوس زي دي وما يعرفش ان هو يستثمرها. معنى ان انت يكون معاك مبلغ زي ده وما تعرفش تستثمره انت خاص بيك انت، يبقى حرام ان انت يكون معاك فلوس زي كده. اولا كان في طرق كتير قوي ان انت تحافظ على فلوسك، كنت ممكن تحطها في البنك، ولكن هو الهدف الاول والاخير ان هو لجأ للنصاب علشان خاطر ان انت الطمع ده السبب الرئيسي في الموضوع كله. ان البنوك لو حط فلوسه في قلب البنوك، في البنوك هتستثمرها بنسبه مثلا 8% 10%، انما النصاب بيرسم له الطريق وبيقول له ان انت هتاخد 15%. فانا لو هلوم على الشخص نفسه اللي هو معاه فلوس. الناس ما تعلمتش من الريان، وما تعلمتش من احمد الشريف، وما تعلمتش من الناس اللي كانت بتعمل توظيف اموال وبعد كده لما ابتدت تسترد فلوسها استردتها بهايم وعربيات وتلاجات وغسالات، وما خدتش فلوسها، واللي خد فلوسه خد بالنسبه. انما النهارده انا لما اجي اودع فلوسي ما اودعها في بنك، البنك أأمن لي في كل شيء، حتى يوم ما عاوز أخد فلوسي مصدر اللي أخد مني الفلوس هعرف أجيبه. هو في رأي بدل إحنا ما نحط فلوسنا لشركات أو لناس طبعا غالبا معظمهم نصابين وما لهمش أمان، لا إحنا ممكن نعمل بنك لتوظيف الأموال يبقى تابع للدولة، وفي نفس الوقت الناس تبقى أمنة، واللي يعملوا الشركات دي يعملوا البنك وبالفوائد طبعا اللي شايفها مناسبة للمواطن، أنا هشعر بالأمان والدولة تستفيد. الراجل ده ما بيشتغلش إلا على الطماع، يعني راجل معاه 1,000,000 جنيه أو 2,000,000 أو 5,000,000 لو رماهم في بنك ما هو هيعيش باشا من الغير بتاعهم، إنما هو بيشتغل على الطماع وبياخد الفلوس بيديله منها شهر واتنين وفي تلات شهر ما بيلاقيهوش، وبعدين ده بيجيب ناس تانية وبيجيب قرايبه وعائلات تانية، وده عائلات تانية ما بيشتغلش الا على الطماع. واحد معاه 5,000,000 مش حامد ربنا، عايز منه ايه تاني؟ والله ما اقدرش الوم الناس كلهم، لان في ناس بتبقى ما عندهاش فرص عمل، ما عندهاش فرصه لزياده الدخل، فبتحاول تحافظ على الفلوس بعيد عن البنوك. البنوك بتدي يعني برضو فايده قليله شويه الى حد ما جنب النصاب دون، فبيلجأوا للنصاب دون وبيحاولوا ياخدوا الضمانات عليه، بس المشكله بتظهر بشكل او تاني ان النصاب بيموت، بتحصل له كارثه، بتحصل له اي مشكله ماديه. مشاهدينا الاعزاء، وعوده مره اخرى الى الهوا، وضيوفنا اللي بيساعدنا وجودهم معانا النهارده واللي هيتكلموا معانا في هذا الموضوع، ومعانا السيد اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخليه الاسبق. اهلا بيك معانا سيد اللواء. اهلا وسهلا. معانا الاستاذ عبد الشافي شعيب مدير عام بنك حكومي سابقا، اهلا بيك معانا يا فندم. اهلا وسهلا. ومعانا السيد الاستاذ عمرو الجنايني مدير عام احد البنوك الكبرى، اهلا بيك معانا يا عمرو. اهلا بيك، منورينا واهلا وسهلا بيكم. معانا بقى مجموعه من الضحايا، مش عارفه انا اسميهم الضحايا ولا اسميكم ايه، اسمي ايه؟ اقول ضحايا؟ لا، المواطنين بس. صعبان عليكم الضحايا؟ لا الضحايا، ولا شايفين ان مش ضحايا؟ لا انا ضابط برضه ضحايا، بس نخليها مواطنين قلي شويه، نخليها مواطنين قلي. يا جماعه مبسوطه جدا انكم عارفين بالظبط الحدوته. طب معانا الاستاذ طلعت عبد العزيز مصطفى بالمعاش، قال الاستاذ طلعت. مع الاستاذ محمد اسامه محمود بالمعاش، اهلا وسهلا يا استاذ اسامه. معانا الاستاذ محمد عبد الرحمن احمد مهندس زراعي، اهلا وسهلا. استاذ عيد علي حسن غنيم مدير اداره بوزاره التربيه والتعليم، اهلا وسهلا. كل دول مواطنين، يعني احنا هنا معانا المواطنين. انا عايز اتوجه الاول بالكلام للاستاذ عبد الشافي والاستاذ عمرو الجنايني، وبعدين بعد كده هنتوجه بالكلام في القانون مع السيد اللواء فاروق المقرحي طبعا. لكن استاذ عمرو، هذه المجموعه من الناس، انا لسه عايزه حضرتك تسمع الحدوته وبعدين نبدا نحكم عليها، لكن مبدئيا العناوين العريضه اللي بقينا نطالعها في الصحف باستمرار، وناس تستريح وتتعبنا احنا، وناس تانية يعني من تمانينات تاخد وما ترجعش وتسافر وما ترجعش وما تسمعش عنهم حاجه. الناس دي كلها بتتعامل مع بنوك يا فندم، ازاي المبالغ الضخمه دي كلها بتتحط في البنك ومحدش بيقول الاسم المجهول ده جه منين؟ بادئ نزيد بس عشان نفرق، يعني نفرق، هو الناس بتتعامل مع بنك ايه؟ يعني
يعني مع البنك ازاي؟ النهارده علشان بس الناس تقول، لان ممكن قوي الموضوع يتفهم ان البنك هو شريك في هذا الموضوع، لا البنك مش شريك في هذا الموضوع، هو الراجل واتيفر بقى اسمه ايه اللي هو اللي بيتلقى الاموال اللي بيقوم بعمليه النصب دي، في وقت من الاوقات بيروح يفتح حساب في بنك. انا دوري انا كبنك ان انا في حاجه اسمها نو يور كاستمر او اعرف عميلك، ان انا اي مبالغ زادت عن الوضع الطبيعي اللي الراجل بيودع بيه عن نشاطه اللي المفروض ان هو مسجل في الابليكيشن بتاع فتح الحساب، لو لفت نظري ان في حاجه اكتر من كده طبعا ده بالنسبه لي ده جرس انذار، ببتدي ان انا انبه واقول لا ده في حاجه مش طبيعيه. الراجل بيتجاب بيتسال عن مصادر هذه الفلوس. فموضوع اشراك ان البنك شريك في هذا الموضوع، لا البنك مش شريك في هذا الموضوع. والله لو البنك الشريك يبقى اضمن يا استاذ عمرو. لا يا فندم، البنك عمره ما هيشترك في حاجه، عمره ما هيشترك في حاجه غير قانونيه. وربنا يعرفه بالعقل. انا النهارده حضرتك انا شايف في المقدمه الجميله اللي حضرتك قلتيها، واحد النهارده بيقول انا النهارده هاخد ال 360,000 جنيه بيدفع 10% شهريا. اه حصل. ما انا بقول لحضرتك مشكله. يعني معناها انها ايه؟ 120% سنويا. يا جماعه زمن المعجزات انتهى. بالظبط. زمن المعجزات انتهى، ما لفتش نظري ان في حاجه مش طبيعيه. طب هل الا بقى لو انا بحط فلوسي عند ساحر؟ يعني لو يعني مش عارفه الناس، يعني الناس بتستوعب ازاي الموضوع. موضوع يعني ان البنك متلقي فلوس. طب انا هو انت كلمه رجل اعمال او مستثمر دي وقع عندكم في مبدا وظيفه يعني؟ يعني ايه يا فندم؟ يعني تحت بند الوظيفه في حاجه في في الوظيفه اسمها رجل اعمال. انا عايز اقول لحضرتك حاجه اكتر، اصل دول اللي يبيحوا اي مبالغ ضخمه الحقيقه. اكتر يعني مؤسسات منضبطه في البلد كلها هتلاقيها البنوك تحت رقابه البنك المركزي، لسبب بسيط جدا. ان ما بيجيش واحد يفتح حساب يقول لي انا رجل اعمال اقول له طب شكرا متشكرين قوي قوي، لا الكلام ده مش موجود. ايوه بيقول لا. ايه نوعيه نشاطك؟ بس اه طبعا بس طبعا. ايه نوعيه نشاطك؟ انت بتشتغل في ايه؟ ايه حجم الايداعات؟ الوظيفتين دول مطاطين وشغالين كده؟ لا 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 حقيقة الكلام ده ما بيخلش. ايه نوعيه نشاطك؟ حلوه بيخلش. زي ما بيقولوا العمله دي ما تمشيش هنا. ف نوعيه نشاطك، حجم الايداعات اللي انت متوقعها ايه؟ حجم التحويلات اللي انت متوقعها ايه؟ ولو لقيت حاجة بخلاف واحد مثلا، هندي مثلا واحد صاحب فورد وكاتب رجل أعمال، ماشي تعالى يا رجل أعمال حضرتك فوق راسي من فوق، حجم الإيداعات اللي انت متوقع ان انت تتعمل ايه؟ هيقولي مثلا 5000 جنيه في اليوم، ماشي. وانا قست الدنيا لقيتها انها 5000 جنيه في اليوم، لقيته في يوم من الايام داخله 200,000 جنيه. تعالى لا في ايه؟ لو ما اثبتليش بقى ان ال 200,000 جنيه ده باع بيت واستلم فلوسه كاش يبقى في حاجه غير طبيعيه. لا تعال يمكن العيد بقى، دخلت العيد كحك وبتاع وكل سنه وانتم طيبين. ما احنا بنوي الخروف والحبل بتاع الخروف والاكل بتاع الخروف والطبق، ما خلاص ما هو كل واحد هيلاقي له 100 سكه يشتغل بيها. استاذ عبد الشافي وحضرتك يعني في بنك حكومي وفيه من هذه النوعيه تعاملوا مع بنوك حكوميه، مش ما بنطرحش الاسماء، لا اسماء هؤلاء الناس ولا اسماء البنوك، لكن في نوعيه من هذه الناس تعاملوا مع بنوك حكوميه. انا هسال حضرتك سؤال، هو هيخش بنك حكومي بفلوسه ليه؟ او يعمل بيها ايه؟ راجل بيدي 10% وانا اعرف ان هو بيدي اكتر من 10%، بيدي ساعات 15 و20، وانا واثق ان هو بيدي من راس المال مش بيدي من عائد تشغيل الايداعات اللي هي دخلت عنده. طيب هو نيجي نتكلم على الخطر او الريسك اللي موجود. احنا عارفين ان البنوك الحكوميه او البنوك الاستثماريه او اي بنك بيخضع لرقابه البنك المركزي، اولا في رقابه شديده عليه بكذا اتجاه، ثانيا اذا كان هو بيدي نسبه فايده قليله شويه في نظر الناس، الـ دي سياسه نقديه مرتبطه بتضخم، مرتبطه بحاجات كتيره للبلد. اذا كانت الحكومه بتدي سعر بسيط او البنوك عموما بتدي سعر، لكن هي بتمول عمليات تانية وانشطه تانية بتعود بفايده غير مباشره على المواطن العادي. فالنهارده اللي بنقول عليه اللي هو بتاع جمع الاموال ده، هيخش البنك عشان ياخد 9% ولا 8.5 عشان يدي ال 12 وال 13. بس هو دخل البنك حضرتك، ده هو حضرتك ما حدش بيخش البنك بالطريقه دي، هو بياخد فلوسه
من بره بره بيبين لهم ان هو شغال في انشطه كتير عشان يجيب لهم العائد اللي هم بياخدوه، وبيشتغل في انشطه مشبوهه وانشطه غير شرعيه. لكن هم كانوا بيصرفوا الفلوس من البنك. مين حضرتك اللي بيصرف من البنك؟ دي مش هقول مين. لا 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 لا, لا, لا انا قصدي لا مش هقول. هو على فكره هم الناس كانوا بيصرفوا الفلوس من البنك حضرتك. لو تسمحلي يا شيخ، هو بيروح يصرف العائد من الراجل، بيحط لهم فلوس كاش ويقول لهم روحوا اصرفوا من البنك. لكن مش معنى كده ان نشاطه في البنك. وبعدين حضرتك انت مكان طلاق تكلمي عمرو بيه على رجال الاعمال. انا عندي رجل الاعمال اللي بيخش البنك، يا بيفتح اعتمادات مستنديه ومعروفه وعارف هو بيجيب ايه وبيصدر ايه وكلام من ده وفلوسه كلها موجوده. في حاجه اسمها الالتزام المصرفي. الالتزام المصرفي ده بيدقق وبيدور على كل حاجه غلط عشان يكتشف اذا كان في غسيل اموال، اذا كان في تمويل عمليات مشبوهه، يعني ما بيسيبش صغيره او كبيره الا لما بيرصدها. فالنهارده الحوكمه، النصب ده، النصب والارهاب والحاجات دي حاجه كتير جدا. الحوكمه والالتزام المصرفي دول قيدين على كل البنوك، محدش بيقدر يعمل حاجه. الحوكمه اللي هي الحكومه يعني؟ لا، الحوكمه اللي هو الجفرنمنت. اللي هو بيطابق او بيكشف اي خطا في اعمال البنوك اللي هو مخالف للقواعد المصرفيه، القانون، الحاجات دي كلها، دي الحوكمه. الالتزام المصرفي ان هو بيكشف اذا كان في غسيل اموال، اذا كان في اموال مهربه، اذا كان. فالنهارده اللي احنا بنتكلم عليهم بتوع جمع الاموال، هو بيغطي النشاط بتاعه بحته ان العميل يروح يصرف العائد الشهري بتاعه من البنك، ده سين، لكن مش هو ده الصح، ملوش اي علاقه بالبنك. يعني بص حضرتك برضو انا مش قادره يعني استوعب الموضوع قوي، بس سياده اللواء يعني اذا كان استاذ عبد الشافي بيقول لك هو بيحط الفلوس وبعدين يقول لهم روحوا اصرفوا من البنك، طب اذا كنت انا قدامي واحد كل شهر بيحط مليون جنيه وبيجوا ناس يسحبوا المليون جنيه خلال يومين، طب هو ده، ما هو انا برده مانيش مش حصاله يعني، اجي واحد يحط مليون يتسحبوا بعد يومين وانا شايف ده، ما هو اكيد انا لازم الاحظ ان في حاجه مش منطقيه. ابسط لك القصه دي كلها من البنوك للمودعين للكلام ده كله. انت لخصتها في كلمتين، عندنا في نصاب لازم في واحد طماع بيتقابل، ما بيدوروش هما الاثنين. ملهاش دعوه الحدوته دي بيك ولا لا لا بيهم، انتم مواطنين ولا طماعين، مغلوبين على امرنا. هو بيلجا للبنك ليه؟ كمصدر ثقه للطماع. لجوء النصاب للبنك كمصدر ثقة للطماع، ان يقول له روح حط في حسابي رقم كذا في البنك المبلغ ده، فاللي بيروح يحط بيحط بقى، ده انا بحط في البنك، ما هو مش عارف انه بيحط في البنك في حساب واحد ممكن يسحبه كله بعد ربع ساعة. لا يعني ما انا يعني عايز اشرح لك، حاطين حطوا في البنك، حط في البنك اساسا في حساب النصاب. يعني هو بيقول له خد روح حط الفلوس دي في البنك عشان تبقى العمليه ماشيه صح. وبالنسبه للبنك طبعا البنك دخلت فعلا للراجل، الناس بتودع فلوس، الناس بتودع فلوس للشركه او للمحض ارادته، ما هيقولوش ان بتودع له ليه. يعني العمليه فيها نوع من استخدام البنك كمصدر ثقه لعمليه النصب اللي بيتم. مصادر الثقه دي عديده وكثيره. اولا بيقول له ان انا بشتغل في حاجات كتيره والحاجات دي سريعه الدوران، يقول له انا ببيع موبايلات، انا بجيب موبايلات وهربها ما بدفعش عليها جمارك فبتبقى سعرها رخيص، انا باخد كروت شحن، الكروت والحركه، الكلام، الحاجات اللي هي تدي ايحاء للطماع ان يلاقي اللقمه سائغه ان هو يقدر ياخد منها ويقدر يعيش. هذه هي القصه من سنه 80. ايه الذكاء؟ من سنه 80 الى يومنا هذا. ليه بقى القصه دي نشات في الاول في الثمانينات؟ لان كانت عندنا فوائد البنوك قليله، طلعت وقتها قصه طلعت وقتها قصه ان اموال البنوك حرام والايداع في البنوك حرام، وكانت الناس الوهابيين العايدين من الخليج بيتكلموا في هذا الكلام، رغم ان طلع المفتي في ذلك الوقت وشيخ الازهر فيما بعد الشيخ محمد حسن طنطاوي رحمة الله عليه، وقال فوائد البنوك حلال وعلى مسؤوليتي، حطهم وأنا المسؤول.
يعني قال هذا الكلام، انما هم استغلوا هذا الكلام. الناس ساعات بتعمل ودن ونتين ودن معاك. انا بقول لك اسمعوا بس الكلام اللي يعجبهم اللي يعجبهم بس. فخدوا كلام المفتي وفوتوه ودعوا. انا بقول ودعوا هؤلاء الناس ان الايداء ان احنا ما بنحطش في البنوك، لان الناس دي اللي مربيه دقنها واللي لابسه الجلابيه القصيره واللي ماسك السبحه دول ناس بتوع ربنا وبيكسبوا بالحلال، سيبونا معاهم مالكمش دعوه. هو بعد كده وقفوا بعربيات سمنه حضرتك في وسط البلد وعربيات زيت في وسط البلد. لما ده امتى بقى؟ في عمليه الرد اللي ضغط فيها النائب العام والمدعي الاشتراكي عشان يرد. فدي كانت البدايه. يبقى الدوله ساهمت والمواطن الطماع ساهم طبعا في انشاء هذه الشركات. عملنا قانون 146 لسنه 88 لم تسجل فيه شركه واحده الى يومنا هذا. عامل بالنشاط حتى الشركات اللي احنا عملنا في ذلك الوقت القانون من اجلها ما دخلتش في التسجيل ولا سجلت نفسها. طب انا عايزه اقف هنا علشان اسمع حضراتكم دول بس. يعني انا شايفه الحقيقه يعني انه ده لما يكون واحد بالناس بالذكاء ده هم ذكائهم يدفع عليه فلوس بصراحه. طبعًا. ايه ده الناس بتقعد ده دي ناس بتتعب في التفكير. هم فعلا يعني هو لازم قول لي بقى انت عملت ايه بقى يا عم طلعت. انا كنت في احد شركات توظيف الاموال. سنه كام الكلام ده؟ كان سنه 86 85 وحطيت حوالي 80,000. وانت بتشتغل ايه اصلا؟ انا شغال في شركه نص صناعه السيارات في الانتاج، ولكن كنت يعني كنت موظف في شركه حكوميه. وسافرت بره عملت مبلغ يعني 5 سنين في السعوديه. فطبعا الاموال اللي انا حطيتها على اساس استثمرها. فكان الاستثمار السريع ان الواحد فعلا طماع بيدور على السكه اللي تجيب عائد اعلى. لان كان 20% كان وقتها البنوك بتدي 24 24% 20 او 24 كانت تقريبا البنوك كمان بتدي 8.5 9 8. طيب يا عم طلعت يعني انت ما وزنتهاش لما البنك يدي 8% يبقى الثاني يدي 10%. يعني ازاي البنك 8% ده يدي 24%؟ المصريين هياكلوا منين بقى؟ طيب يعني طب انت ما خفتش؟ طب انت ما خفتش لحسن تكون دي فلوس مثلا مخدرات، ولا انت مالكش دعوه؟ المهم انت حاططها ونيتك لا ايه؟ لا والله اعمل بالنيات. سيبك انت ان انا طبعا الفايده اللي هتيجي هتعود عليا. وقفت بقى بايه ولا بسمنه ولا بزيت ولا بايه؟ ولا بمراوح؟ لا لا ابدا عادي زي اي فرد يعني. سرقت خالص؟ في النهايه طلعت ب 10% ما لهمش لازمه خالص. شويه صيني على شويه ادوات منزليه. طب ما انت خدت اهو حضرتك اهو شويه سنين 10% من اصل المبلغ اللي بتاخد بعشره. بعشره كمان ثمن الاشياء اللي انت خدتها. عشره 10%. يعني الكلام ده كان من الثمانينات. كان من الثمانينات الاحداث. حطيت المبلغ كله اللي انت جمعته معاهم ولا حطيت مبلغ ثاني في بنك من البنوك؟ لا المبلغ كله كان في جهه واحده، ما كانش في حاجه في البنوك. كل المبلغ كان في جهه واحده. ما هو ده بقى الاستثمار السريع والطمع الاكبر في نفس الوقت. عندك ولاد طبعا يا عم طالح؟ طبعا عندي بنتين وولد. ربنا يخليك لهم. ما تفكر لهمش في حاجه تانية بقى خلاص كده. لا خلاص هم الحمد لله شايلين نفسهم دلوقتي. الحمد لله ربنا يخليهم لك. الله يخليك. استاذ محمد. محمد ايه؟ استاذ محمد اسامه محمود. ايوه يا فندم. اسفين الاستاذ محمد عبد الرحمن. المواطن محمد اسامه محمود. بلاش حاجه ثانيه. بلاش الحاجه الثانيه. خلينا في المواطن. قول لي بقى حضرتك فضل. كنت حاطط بسنه كام حصل لك برضو؟ انا صديق الاستاذ طلعت عبد العزيز. انتوا اتفقتوا على الخير بقى مره. ده هو اللي جرني. جبت رجلي. هو اللي جاب رجلي. ولسه يعني ماشي وراه لحد دلوقتي. يعني هو خسرني في الثمانينات وما زلت صديق حميم بالنسبه له، وهو صديق حميم بالنسبه لي. يعني بقى لنا 30 سنه اكتر من 30 سنه. شايف يعني باين عليه وعم طلعت. فهي العمليه جت برضو لما لقيت صديق بياخد مكسب سريع، وزي ما قال سياده اللواء هي عمليه طمع فعلا من بني ادم. يعني قعدتوا تاخدوا المكسب ده قد ايه؟ هي هو للاسف هو اللي استفاد، وانا للاسف اللي ما استفادش. انا حطيت هو ما لحقش يا سيدي. انا حطيت في شهر يونيو حطيت
اتقفش الناس دي في شهر يوليو، يعني هي عملية شهر وما خدش الفايدة. فطبعا فين البلد دلوقتي؟ فهي عملية قلبت العملية. هي اولا الله اعلم ممكن اكون انا يا حضرتك استاذ عمرو استاذ عبد الشافي وسيادة الله هم مبسوطين بالكلام، ممكن انا اكون وش وحش عليه عشان انا ما حطيتش الشهر ما خدتش. دفعت كام؟ مبلغ يعني مش 80 يعني حوالي 20. طيب يعني الربع بتشتغل في نفس الشركه؟ نفس الشركه. ما السرقه جايه ان احنا في شركه واحده. فطبعا اندحك عليه ورسالتي اللي هو برضو يعني هو بيقول طمع بس طمع بارادتنا، هو في طمع باراده وطمع غير اراده، ولما يكون بطمع بارادتنا لما يندحك علينا ما بيبقاش ايه طمع كبرى زي ما بيقولوا، يعني بيبقى إيه احنا اللي اتلسعنا بايدينا او احنا اللي حطينا ايدينا في طبق الشوربه السخن. فطبعا احنا الحمد لله ان انتوا اقتنعتوا كده، لانه في ناس ما لحقتش تقتنع، ده في حالات وفاه حصلت. لا ده في ناس اعرفها انتحرت او ماتت. فطبعا احنا الحمد لله ايماننا قوي شويه الحمد لله، والحمد لله رب العالمين قدرنا نصمد لحد ما جينا بعد حوالي 17 في الفتره اللي بعدها الدوله حاولت بقى تشوف الضحايا الناس عددها كبير، فحاولت يعني تسد رمق الناس دي شويه. فقالت ايه؟ قالت احنا من ناحيتنا الناس اللي هم نصبوا علينا اتقبض عليهم، فقالوا احنا هنعوض الناس ديت بجزء، فكان 10% من المبلغ اللي محطوط. فاللي كان حاطط 80 خد مثلا ما يعتبرش خد 8 حتى، وانا حطيت 20 ما خدش حاجه. انا رحت خدت مروحه وتلفزيون وشويه ادوات مطبخ كبشه ومعلقه وكوبايه حلوين فالحمد لله الحمد لله بارك الله فيما رزق، انا غير ما خدش حاجه. فطبعا انا قلت يعني هو التعليم مش ببلاش، الواحد يتعلم الشيء مش ببلاش. طب نيجي للتعليم بقى، يعني بقى ايه بقى؟ حضرتك انا حبيت احسن الدخل بتاعي فعملت كارد وقلت اجيب عربيه اوجر اشتغل عليها بحيث ان ايه احسن الدخل بيها. فحطيت فلوسي في صاله في مصطفى النحاس عن طريق برضك الاعلان وعن طريق كده بتدي تكوسه وبتاع، قلت ايه احط فلوسي ايه اجيب تاكسي. فالمهم حطينا مبلغ 70,000 جنيه عشان نستثمر. جديده دي جديده حكايه صاله عربيه؟ لا 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 قديمه برضه من الثمانينات وشغاله. طب ايه المهم حضرتك بعد ما حطيت 70,000 جنيه في الصاله دي، الصاله عشان يجيب لي عربيه عن طريق كارد اللي هو من البنوك الاهلي والقاهره ولا وبعدين. فالمهم بعد ما حطينا في ناس خدت فبنطمن قلنا بقى ماشي. فهو كان بيعمل ايه بقى؟ كل فتره من الزمن يروح مدي واحد عربيه يسجد الناس اللي ايه الباقيه، يعني احنا حوالي 70 واحد ناصب بحوالي 4,800,000. ايوه انت كنت بتدفع الفلوس دي في الصاله ولا للبنك؟ في الصاله. طب امال القرض ده ايه العلاقه بين القرض؟ حضرتك تمويل سياره، قرض السياره. قرض السياره احنا بنحط مناديب في صالات العربيات، العميل بيروح يقول انا عاوز العربيه الفلانيه، بيقابل مندوب البنك الموجود اي بنك بيقول انا ايه الشروط بتاعتكم، بيقول له كذا المقدمه كذا عاوزين منك اوراق كذا، في ساعتها يدفع الفلوس ويخلص الاوراق وياخد عربيته. لا انا بتكلم على البنوك. ما هو البنك الاهلي البنك اللي هو بيقول حاجه ثانيه. ايه المشكله؟ ده ملهاش دعوه بالبنك، ده ملهاش دعوه. طب حضرتك تصرف عادي. طب ثانيه، بص حضرتك احنا عندنا ناس واخده من نفس الصاله دي، ففي مندوب فعلا بس المندوب ده تبع الصاله مش تبع البنك. طيب يروح يخلص في البنك الورق بتاعه ويجي. حضرتك عرفته منين قصه البنك؟ ما في احنا العميل اللي هو بيستلم السياره بيعملوا عنه استعلام، بيجي لي استعلام في البيت للبنك واروح امضي شيكات. بال حضرتك طب ايه ده؟ طب هو عمل الحاجات دي وبعد كده البنك بيقول لي استلمت عربيه ولا لا؟ اقول له لا. طب بس وجه كلامك كده يا استاذ عمرو. استاذ عمرو علشان افهم الكلام اللي انت بتقوله دلوقتي، انت حطيت الفلوس عند الراجل ده. عرفت منين البنك؟ يعني الحته اللي في الوسط دي انت البنك عرفته منين؟ عن طريق الصاله. الصاله اللي بيقول لي حضرتك لو رحت بنك ما رحتش البنك ولا حاجه خالص. لا بيجي بتاع الاستعلام في البنك. والمهم انا معايا ورقه بس
ايوه بس سلمت عربيتك باسم البنك بنك الاهلي. لا خلاص انا مش عايز اعرف اسماء المهم علينا. لكن انت يعني في ورق جاي لك رسمي من البنك؟ لا هو حضرتك الورق رسمي لا الورق رسمي من الصاله للبنك. من الصاله للبنك من الصاله للبنك يعني اتنصب عليه يعني البنك من الصاله للبنك يعني بنفس المبدا اللي كانوا بيقولوه دلوقتي لو انا الراجل فتح حساب باسمه وانت بتحط فندم يعني لو الراجل لو الراجل بتاع الصاله اشترى عربيه هيشتريها باسم الصاله مش باسمه هو. ده لو حصل لو فيها عربيه اساسا هو ملوش دعوه خالص. المهم حضرتك ان في بعض الناس خدت وبتسدد في البنك قسط اللي هو الكارد اللي هو 1420 ده المهم حضرتك عمل كده مع كذا واحد فجينا بقى الصاله حصل فيها مشاكل راحت قافله وحوالي 70 واحد اللي دافع 70 لحد 90,000 كل ده احنا راجل ايه اختفى قعد شهر ما نعرفش الراجل اختفى وانتم ما خدتوش تاكسيات ما خدناش حاجه وحطيت فلوسك عنده وفجاه اتصلوا بينا قال ان احنا هنفتح مكتب جديد في المعادي فروحنا فحصل في مشاكل كده المهم اتقفش فين في المعاد هو محكوم عليه دلوقتي بثلاث سنين. حضرتك انا مضطر ادافع او احافظ على سمعه كل البنوك طبعا. لا في نشاط طبعًا السيارات طبعًا. لان النهارده ده طبعًا. احد الانشطه المهمه جدا للبنوك احد الانشطه المهمه للبنوك وبيشتغل فيها بمصداقيه كامله مع كل الصالات والتعامل بين العميل ومندوب البنك مع البنك وبعد كده لما بتخلص اجراءاتك بتخش على الصالة تستلم عربيتك عن طريق مندوب البنك فالكلام بمصداقية وشفافية نفس الرد ده عند حضرتك طبعا دي قصة نصب حقيقية هو اللي حصل في الأستاذ ده ملهاش دعوة ولا بالبنك لا ليها دعوة ولا بالبنك ولا حاجة ده راجل بس يعني هو بيتعامل مع البنك ايوه ما هو يتعامل مع البنك ما هو وضحها ان هو ممكن يحط فلوسه في البنك ويجي يجدد العربية يعني معنى كده ان هو اتنصب عليه كده واي حد لما بيجي يجدد العربية بياخد جواب من البنك لا ما دخلش بيه صاله البنك كده لا من هناك حضرتك ما رحتش البنك مش كده؟ لا رحت عملت استعلام ورحت عملت استعلام فين؟ استعلام البنك جالي يعني حضرتك الاستعلام بتعمل لاي عميل حتى لو ما اشتغلش مع البنك بعد كده يعني انا ببعت مندوب الاستعلام بيجمع معلومه معينه ممكن الاستعلام بعد ما يتعمل يترفض العميل لا معلش ثانيه واحده لا بتاع الاستعلام راح له البيت راح له البيت معنى كده ان هو موافق على او عنده علم انه هذا الشخص حط فلوس عشان ياخد عميل. فلوس مشروع عميل مشروع عميل ما يعتبرش عميل لسه يعني ايه مشروع عميل يعني لسه لحد دلوقتي لسه الائتمان لم يمنح ان هو يديله العربيه انا بستعلم لسه بشوف الراجل ده هل صالح ان انا اديله القرض بتاع العربيه ولا لا طب ما هو انا عارف ان هو دفع في مكان تاني استاذ وانا رايح استعلم هو انا عارف عرفت اسمه منين لسه انا في عندي سكتين في البنك حضرتك اتفضل انا عندي الاستعلام وعندي حاجه اسمها اي سكور الاي سكور ده شركه الضمان دي على مستوى البنك المركزي وكل البنوك مجرد ما بخش ببيانات العميل بجيب تاريخه مع البنوك بقدر اقول العميل ده مرفوض العميل ده كويس فده لسه مشروع عميل اتعامل معاه ولا ما اتعاملش معاه لا معلش استاذ عبد الشافي لا استاذ محمد عبد الرحمن حضرتك مهندس زراعي أيوة. وقعت في نفس المشكله حضرتك بنفس اصل انا عايزه استاذ عمرو لان انا يعني عايزه استوعب الموضوع ده بشكل اوضح يعني عايزه حضرتك تفسره بشكل اوضح دلوقتي الراجل ده وحضرتك في نفس الموضوع عشان نبقى واخدين الموضوع واحد نفس الموضوع في نفس الصاله دلوقتي حضرتك المشكله زي الاستاذ اللي هو ما قال ان النصابي لا طماع احنا يعني شغالين مهندسين زراعيين الشركه قفلت صفت عندنا بنات عايزين يتجوزوا ويجهزوا مصاريف ودنيا فاعلانات في الجورنال بتنزل باستمرار عن مشروع العمر وكده تاكسي تدفع 70,000 او 67,000 هتستلم التاكسي فمن 21/7 دفعنا المبلغ ادانا وصوله امانه وصوله بالمبلغ وعامل لنا عقد بعد كده حضرتك باسبوعين جه استعلام البنك والموظف صور العماره وطبعا خد وصل النور ومواصفات العماره حضرتك قعدوا يمطوا فينا بكره بعد الاسبوع الجاي المدير مش عارف ايه الماركه العربيه مش هو المكتب وضح مين بس اللي بيمرق فيه المهم حضرتك بعد خمس اشهر رحنا مضينا في البنك انا رحت البنك حضرتك ومضيت ماشي مضيت لا وجه كلامك استاذ عمرو مضيت اوراق ما شاء الله كده يعني قول بتاع 300 ورقه ايوه يا فندم مضيت ايه انا والضامن مضيت ان انا هم عملوا لي كارد وان انا هستلم العربيه وان هم موافقين ان هم يمولوا العربيه وكل الحاجات دي عملتها وخدت العربيه
ما انا جاي لك في الكلام حضرتك. العربيه المفروض بعد ما مضيت في البنك وخلصت كل حاجه المفروض انا استلم العربيه. حضرتك ما فيش وكل شويه مطروني لدرجه حضرتك ان جالي موظف من البنك وجالي من الفرع الرئيسي بتاع البنك من جاردن سيتي برضه عامل استعلام، فبقول له انت عملت استعلام اول ما جيت قدمت؟ جايين قال احنا بنعمل استعلام كل 6 اشهر عشان نتاكد ان العميل ما نقلش من مكان. وصور وعمل والحديده بتاعت رقم الكهرباء وكل حاجه خدها وجبت له وصل نور جديد طبعا. واخد بال حضرتك العربيه ما فيش فين 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 مره واحده لقينا المعرض اتقفل برضو. طيب يا باشا قلنا حس لا طب معلش بقى انا عايز اركز هنا. انا هسال حضرتك سؤال. اتفضل. الفلوس اللي حضرتك اودعتها اودعتها خدت بيها ايصال؟ ايوه فهمت. اودعتها في حساب مين؟ لا ده انا اديتها للمعرض واداني وصل بيها. أيوة. المعرض يعني معنى كده خارج البنك خالص اللي خد القرض يا فندم. اللي خد القرض المعرض تمام يا فندم. والفلوس دي اتدفعت في المعرض. معلش خدني واحده واحده بس انا قلت مليون المية. واللي خد الفلوس المعرض مظبوط. طب حضرتك دلوقتي حضرتك سوري مش حضرتك طبعا يعني على فكره ما معناش اي حد من البنوك اللي تعاملت في الامور دي عشان نكون عارفين يعني ما معناش اي حد من اللي تعاملوا في البنوك دي. الاستاذ عبد الشافي مدير عام بنك حكومي سابق من البنوك الكبيره جدا اللي لا تتعامل مع هذه النوعيه، والاستاذ عمرو الجنايني اعتقد ان هو اسمه معروف بس انا مش قادر اقول طبعا على اسم البنك بتاعه، لكن طبعا هو مدير عام احد البنوك الكبرى اللي ليس لها اي تعامل مع هذه النوعيات. ويمكن عشان كده سالته عن المستثمر ورجل الاعمال لان هم من اكثر البنوك اللي بتتعامل مع هذه المستويات اللي هم رجال الاعمال او المستثمرين، فمالوش دعوه بهذه الواقعه، لكن انا بسالهم بشكل عام عشان بس ما حدش يتخيل انه معانا حد النهارده من البنوك دي. استاذ عمرو النهارده البنك راح استعلم عن هذا الرجل مرتين. انتوا عرفتوا البنك سوري انا اسفه البنك عارف اسم الرجل ده منين؟ من المعرض طبعا يا فندم. طيب ما حضرتك عرفت اسمه من المعرض يعني عارف ان الراجل ده حاطط فلوس في المعرض؟ لا يا فندم ده ممكن يكون واخده ضامن. لا يا فندم بس نقطه بس بس انا عاوز اقول حاجه عشان بس نوصل لحاجه لانه في الاخر سياده اللواء هيروح لامم الحدوته دي. الفلوس يا فندم اللي اتودعت اللي هي اللي هو خسرها اللي هو صاحب المعرض نصب عليه بيها اتودعت في حساب المعرض مش في حسابه هو خالص. حضرتك بقى رحت له ليه؟ كويس انا رايح له النهارده زي ما عبد الشافي بيه قال مشروع عميل. مشروع عميل انا جاي لي واحد زي بوتنشال كاستمر. هو ما جاش لحضرتك هو جه المعرض. جالي المعرض الوضع طبيعي معرض عربيات انا ممكن من شغل البنوك ان انا اشتغل معاه الزباين بتوع معرض العربيات ما فيهاش حاجه خالص. يعني حضرتك عارف ان هو جاي لك من المعرض ده وماله؟ طيب تعالى النهارده هنعمل الاستعلام بتاعك هنعمل بتاع لحد ما تجيب فلوسك. راح ما جابش الفلوس يبقى ما فيش موضوع. الفلوس اللي دخلت من مين؟ بس في هنا نقطه يا فندم. الفلوس اللي دخلت اللي حضرتك اودعتها هو ده سؤال. انا والضامن مضينا في البنك مش مضينا في المعرض. مين بتاعك انت؟ ايوه. ولا انت والبنك انت ضامن؟ انا هو واحد ضامن مفيش حاجه طب انا بعمل استعلام على الاثنين. ما فضل عمل استعلام دلوقتي حضرتك يجي لي بعد 6 اشهر يعمل استعلام تاني وبعدين يجي يقول لي انت ما خدتش العربيه ليه؟ يعني هو سالك البنك سالك ما خدتش العربيه؟ ايوه يا فندم في دور هنا للبنك انا امضي عن... طب هو ده حضرتك دلوقتي كان البنك سالك انت ما خدتش العربيه ايوه ليه؟ ايوه طيب وال يبقى هنا على طول لازم دماغك تشتغل وتعرف انه البنك طب ما هو ملوش علاقه يبقى انا لازم اتحرك. انا اللي قلت له ادور على الراجل ده. حضرتك دلوقتي انا لو الموضوع كله كده خيال البنك يخليني امضي ليه انا والضامن؟ ده انا مضينا بتاع 300 ورقه. ايوه انا مع حضراتكم عدد ال انا حضرتك انا مشروع عميل بيخليني امضي ليه؟ ده بيمضيني على ورق ضمانات عشان القرض وعشان التمويل. ما انت كنت مشروع عميل وبعدين بقيت عميل لما القرض طلع لان صار. طب فين ده العربيه ما استلمتش ليه؟ يعني كان مشروع عميل وبعدين بقى عميل لما القرض طلع للصاله. يعني بالفعل القرض طلع للصاله. هو ماضي الورق على كده. انت أيوة. انت حضرتك قريت كل الاوراق اللي مضيت عليها؟ ده طبعا ده مش بس يعني بس كنت بسال كنت بساله برضه والنبي استني ايوه يا فندم كنت يعني القرض طلع للصاله بكلامه يعني القرض طلع للصاله كل ده تخمين وهم كلهم دفعوا للصاله يعني الراجل اخذ القرض بالفلوس اللي هم دفعوها ده في سؤال جميل جدا ثلاث سنين ده في سؤال جميل جدا حضرتك قريت الورق قال له قالك لا طبعا بص حضرتك بص حضرتك عشان الورق الورق بص حضرتك انا فيه الورق انا مؤاخذه للنظم النصاب برضه ذكي في الحته دي برضه بعد اذنك يا حبيبي صالح لو بيديلك كميه كبيره من الاوراق القرض بتلاقي فرصه انك تاخد القرض ازاي بص حضرتك بص حضرتك البنوك البنك هياخد ثانيه واحده يا استاذ البنك هياخد القرض ازاي الراجل خد ثلاث سنين بص حضرتك في ضمانات اكيد
البنك ما يطلعش يملين العربيه الا بضمانات. ما هو انا مطلع بص حضرتك مطلع قرض على العربيه والعربيه مش هتترخص في عربيه في بالظبط كده انا اول حاجه يعني اضمن فلوسي يعني انت واخد فلوسك اصلا من العربيه طبعا اي البنك واخد فلوس بص حضرتك يعني انا عاوز اقول حاجه انا ولو ما دفعش هروح اخد العربيه البنك خد فلوس صح بص يا فندم الراجل ما دفعش هروح اخد العربيه من ده اخد العربيه باسم البنك ما خلي بالك باسم البنك زي ما قلنا مش عايزين نقول اللفظ بقى انا عاوز اقول هو خلاص عاوز اقول لحضرتك حاجه برضه البنك خد فلوس لا بس ده مش طمع ده حاجه ثانيه هقول لحضرتك حاجه برضه هو شغل ثاني عاوز اقول لحضرتك حاجه يعني حضرتك انا ما قريتش الورق بالتفصيل بس قريت يعني بقرا ان حضرتك انا لو ما دفعتش القرض والاقساط يعني انا عاوز اقول حاجه انا ولو ما دفعش هروح اخد العربيه البنك خد فلوس صح بص يا فندم الراجل ما دفعش هروح اخد العربيه من ده اخد العربيه باسم البنك ما خلي بالك باسم البنك زي ما قلنا مش عايزين نقول اللفظ بقى انا عاوز اقول هو خلاص عاوز اقول لحضرتك حاجه برضه البنك خد فلوس لا بس ده مش طمع ده حاجه ثانيه هقول لحضرتك حاجه برضه هو شغل ثاني عاوز اقول لحضرتك حاجه يعني حضرتك انا ما قريتش الورق بالتفصيل بس قريت يعني بقرا ان حضرتك انا لو ما دفعتش القرض والاقساط اللي عليا ممكن يبيعوني كل حاجه ممضين على اوراق زي كده عشان يضمنوا حقهم يحجزوا على كل حاجه يحجزوا على هو ما هو ضامن حقه يعني حضرتك في العربيه اللي عندك بتاعته يعني انا لو قدر الله توفيت هتجيب الفلوس منين ياخدوا من عياله ضامن من العيال شركات تامين بتغطي الجزئيه دي فانا بقول لحضرتك يعني يعني مش بمضي كده وخلاص انا فاهم انا بمضي عليه بس عاوز اقول لك ان انا مضيت على اوراق كتير وكل حاجه كانت ماشيه سليمه وكل حاجه تمام فاهم ايه بقى يا استاذ المفروض العربيه نستلمها بس احنا قاعدين اهو دلوقتي طب هنعمل ايه بس هنعمل ايه بس والمشكله حضرتك المعرض سلم للناس فعلا العربيه لا انا يعني 10 نصبات يا باشمهندس كل 10 يطلع عربيه هو واحد علشان تقول ايه ده هو ده اللي هو ده ذكاء النصاب هنا ممكن اقفل الكابوس ده لمده دقائق بسيطه نطلع فيها بالموجز ونرجع مره تانية نلم الموضوع بقى سياده اللواء هياخد لنا الناس اللي تضحك الناس اللي اتضحك عليها والبنوك اللي ملهاش يد حاجه خالص بس اللي اتضحك عليها يعني الحقيقه الاساتذه استاذ محمد استاذ عيد واستاذ محمد اسامه والحاج طلعت هو تحديدا استاذ محمد عبد الرحمن واستاذ عيد في ورقتين ادوهم لنا كده اثناء الموجز ويعني مش عايزين نقول طبعا ان هم لقوا استهجان او لقوا يعني ما فيهمش طبعا اي حاجه خالص يعني ورق مكتوب كتابه باليد يعني ما مش عايزه طبعا مش عايزين نعمل شهره لهذا الرجل لان هو لا يستحق ان هو يتشهر او يتعرف هذا النصاب لكن ورق مكتوب باليد يعني ورقتين ما لهمش اي علاقه لا ببنوك ولا باي حاجه خالص على الاطلاق ورقتين يضحكوا الحقيقه يعني مش عارفة ازاي قدروا يعني وصل بيهم ان هم يصدقوا حاجة زي دي لكن يعني على اي الاحوال دلوقتي بقى قدامنا الناس اتضحك عليها او تم النصب عليها من اماكن مختلفة بطرق مختلفة في فترات مختلفة وعندنا مسؤولين كبار من بنوك قالوا انه هذه الافعال كلها لا ما بتوصلش لحد باب البنك واللي بيتعامل بيكون هو النصاب تحت بند ان هو بيتعامل في مشروعات معينة في اعمال معينة والفلوس اللي بتدخل دي من الناس بتدخل على حسابه هو وبإرادة الناس ودي ملهاش علاقة بالبنك اطلاقا على الاطلاق وفيما يخص شركات السيارات في شركات تأمين هي اللي بتضمن بعد كده للبنك فلوسه من القرض اللي بياخده هذا الرجل فالبنك واخد فلوسه واخد فلوسه لأن اذا كان المواطن بيتم الضحك عليه فالبنك مستحيل هيضحك عليه معانا بقى سيادة اللواء فاروق المقرحي وهو بقى اللي هيلم لنا او هيجمع لنا الموضوع ده كله في الاخر في حدوتة ازاي نقدر نتجنب هذه العمليات وما نوصلش لحد عندها ازاي يا فندم شوفي اولا بالنسبة لموضوع العربيات موضوع العربيات فيه وسيلتين انا ايه دخل البنك طرف في قصة العربية الا اذا كانت بالقسط إذا كانت بالقسط بتروح للبنك يعني أدي بنكير قاعدين هم إنما قالوش هذا الكلام القضية إمتى بيخش البنك طرف في القضية لما أكون هاخد عربية بالقسط يعني بدفع 10% 8% 15% والباقي بأقساط شهرية هأدفعها للبنك فبيجي موظف البنك اللي هو موجود بيعمل معايا الإجراءات دي وبعد ما بيروح يعمل عملية استعلام عن العميل
إذا كان أنا عندي القدرة أو عندي الملاءة أو عندي إمكانية سداد القرض أو دي وظيفتي إن أنا بشتغل تكساجي أو إلى آخره، أو إن أنا قادر من خلال ما أمتلك إن أنا أرد هذا القرض أو لي محل إقامة معروف إلى آخره، ده لو أنا هاخد بالقسط. إنما أنا رايح أشتري عربية وبدفع تمنها كاش، والعربيات اللي انتوا بتتكلموا عليها المبلغ اللي انت دفعه في حدود تمنها، يعني عربية 79,000 85,000 بقت دلوقتي ب 86,000، ده انت بتدفع التمن كاش. ايه دخل البنك؟ البنك لا دخل له في هذا الموضوع. اذا انت ما استلمتش، لان هو بيقول لك ايه البنك ليه؟ دخل البنك ايه؟ البنك اللي مالوش دخل في هذه القصة. طالما انك حطيت ال 70,000 والعربية تمنها كام؟ 86. العربية اللي انت رايح تشتريها ب 86 دافع 70، يعني فضل 16,000. 16,000 كنت هتدفعهم يوم استلام العربية، مش كده؟ طيب يبقى ايه دخل البنك؟ البنك ليس طرفا في هذه القضية. يبقى انت داخل نصبايا بينك وبين صاحب الشركة او صاحب هذا المعرض، استغل انك انت ما عندكش فكرة عن حاجة. لان الله، طب ما انت تسأله ايه اللي هيدخل البنك بيني وبينك؟ يعني انا مثلا بروح اشتري عربية، بخش على المعرض بقول له العربية دي بكام، يقول لي بعشر قروش، اقول له ادي العشر قروش اديني العربية وهات ورقة بالموبايل خالص. هو حضرتك البنك دخل ليه؟ البنك دخل ليه عشان يمول، لان التمن العربية يمول ليه؟ ليه بقى حضرتك؟ لان العربية احنا مش دافعين مبلغها كامل، ده زائد ان النمر لوحديها مثلا ب 40-45,000. مين اللي قال هذا الكلام؟ هي النمر بتاع التاكسي، ما فيش ترخيص. لا تاكسي. يبقى ما فيش ترخيص تاكسي، يبقى انت بتعمل عمليه سوق سودا. أيوة. بتاخد تحايل، بتاخد نمره بتاع عربيه متكهنه، هو بيشتريها. بيشتريها نمره 40-45,000. ليه؟ لانك انت رايح تشتري نمره، وهذا اسلوب خاطئ. انا بقول ما فيش عربيات جديده، يبقى ما فيش عربيات جديده. التحايل اللي بيتم، المفروض ان المحافظه او ادارات المرور اذا كان التاكسي خرد يبقى الترخيص لصاحب التاكسي مش لك. بيبيع ما بيعش، يبيع لي بقى الجديد، يبيع لي بيبيع النمر الخرد، بيبيع لي العربيه اساسا اللي هي الخرده. الخرده طب انا بس عايز بس فعايز اقول ده بالنسبه لكده. انما الورق اللي انتم مقدمينه ده اللي مع الاستاذه نهله، ده ورق علاقه بينك وبين المعرض، ما فيش بنك خالص، ولا من قريب ولا من بعيد. يبقى اذا انت ما عندكش القدره انك انت تستوعب او تسال لما يكون معاك 70,000 وتروح تديهم لواحد. طب اسال في معرض واثنين، ايه الاجراءات اللي بتتم الى اخر هذا. انما انا يعني عايز بس اقول للساده المشاهدين، انا سبت سياده اللواء يتكلم هذا الكلام معاهم، مش للضغط عليهم. يعني انا عارفة ان اللي فيهم مكفيهم طبعا، بس ما هو لازم نحط ايدنا بقى على الجرح، لازم نحط ايدنا على الجرح عشان احنا كمان ما نكررهوش. ما تتكررش احنا كم. ما بنكرر انتوا ما تتكرروش نقول اخر ثلاث نقط لكن بس انا عارفة انه يمكن الكلام يكون فيه شيء من القسوة، لكن لازم نحط ايدنا على الجرح ده عشان ما نضطرش نتكلم فيه كتير بعد كده. سيادة اللواء، انا عندي نقطة أساسية جدا حضرتك أثرتها، وهي نقطة القانون. أنا أول مرة أعرف من حضرتك قبل اللقاء إنه في قانون اتعمل لجمع الأموال. يعني إيه أعمل؟ لا لا، أعمل رخصة لحد بيجمع أموال. لا، عملنا قانون سنة 88 بمناسبة الشركات الأولانية، ال 176 شركة اللي كانوا موجودين في مصر ولموا المليارات دي كلها، وكانت بتشتغل في إطار لا شرعية. كانت برضو كل التهم اللي احنا ان الإضرار بالاقتصاد الوطني اللي بنقدمهم بقضايا نصب إلى آخر هذا. فاتعمل قانون لشركات توظيف الأموال. القانون ده خد رقم 146 لسنة 88، وكان وقتها فج النور هو رئيس هيئة سوق المال في ذلك الوقت، واشترك معنا وأعدينا هذا القانون.
وقلنا ان لازم يبقوا اعضاء مجلس الاداره او المساهمين في الشركه كذا، المبلغ الاساسي 5 مليون، كان 5 مليون في ذلك الوقت سنه 88 ميزانيه كبيره، كان مبلغ كبير. لازم يبقى في 50% مساهمات تتفتح للمواطنين عشان يبقى مال البتاع، وبعدين في الاخر الشركه دي بتخضع لرقابه سوق المال. يعني انتوا عاملين رخصه عشان يوظف اموال؟ يعني ايه لا، على اساس ان في شركات، ان الناس مش عايزه تتعامل مع البنوك يبقى يروحوا للشركات دي يتعاملوا معاها، عشان في رغم هذا على اساس ان هو بيدي ارباح اكتر أكتره. وان هو بيبقى شريك لصاحب الشركه في هذا العمل، لانه كان في ذلك الوقت سنه 88 السبح طويله قوي والطواقي شغاله والجلاليب والسياره والزبيبه، وبيقولوا ان ده ان فلوس البنوك حرام وان اللي حطوا فلوسه في البنوك حرام. فقلنا نعمل قانون لشركات تلقي الاموال للبتاع، يعني ورغم ذلك برضو للشركه الناس دي تبقى شريكه. ورغم ذلك للشركات اللي كانت موجوده في ذلك الوقت، وكانوا 186 شركه او 176 شركه، اللي كان فاضل منهم حوالي 40 شركه اللي كانوا تحت التصفية، ولا شركة واحدة قدمت لسوق المال علشان توفق أوضاعها. وإلى يومنا هذا لم يستخدم هذا القانون من قبل أي حد من دول كلهم نصابين، عشان ما فيهوش ثغرات حضرتك، عشان ما فيهوش ثغرات، لأن القانون ما فيهش ثغرات. هل في حد منهم مازال مستمر في العمل من الشركات دي؟ لا، ما فيش. اللي هم تم السنه 88 لا انتهوا، دول خلاص النائب العام 170 180، لا دول خلاص، لا ده بتوعهم قلبوا ضحايا، يعني المدعين قلبوا ضحايا، ما خلاص دخلوا يعني لما اقول انا بس عايز اسال، كان الريان عنده لسه شغال، ما تعرفوش هو شغال دلوقتي؟ لا ما فيش منهم حد شغال. يعني لما اقول لك ان كان مستريح بقى، كان عند احدى الشركات في ذلك الوقت كان عندها 157 عميل، 157 ألف عميل، وشركة تانية عندها 57 ألف عميل. دول الشركات اللي كانت كبار. وبعدين لما دول كانوا الاقتصاد الوطني بيهتز، ودخلنا البنك المركزي ودخلنا الدنيا كلها عشان ننقذ، هم ده كانوا بيهدوا في الاقتصاد الوطني. البنوك قافل. المهم الحقيقة دلوقتي انما اللي شغال دلوقتي نصاب فردي بيدعي انه عنده شركة، بيدعي انه هو بيلم الفلوس. يعني لما يكون عيل صايع كان بيشتغل في بتاع ده في سوبر ماركت، واللي بيشتغل عندهم بعد كده يودعوا عنده، يعني عيل صايع بيشتغل في سوبر ماركت وبعدين يطلع يقول لهم. احنا لا نشير لحد بعينه. لا انا بأشير، احنا بنتكلم بشكل عام عن نوعيات. انا شخصيا بأشير الى وقائع حصلت وصدرت فيها احكام. احنا بس اللي التلفزيون صدر من احكام. هل صدر احكام؟ طبعا في حاجات كتير كلها يعني صدرت. يعني حد بيشتغل في سوبر ماركت والناس اللي كانوا بيشتروا منه يحطوا عنده؟ طب بالذمه، طب انا عايز لا مش اللي بيشتروا، اصحاب السوبر ماركت نفسه كمان. امال ايه يعني؟ كمان ده اسوء من اللي بيشتروا يعني. فوجئوا فوجئوا ان هو بعد شويه سابهم وغاب له 3 4 اشهر، وجه راكب عربيه وبتاعه مش عارف شركة. ايه وعنده شركه بتعمل ايه؟ في البرازيل. لا ما هو بتعمل ايه يا عم؟ انا بشتغل في الموبايلات وبشتغل في العربيات وبشتغل في الاستثمار العقاري وبقلب وبعمل وبجيب موبايلات من الخارج من غير جمارك والكلام ده. فالناس صدقت. ايه بيدي 11% في الشهر؟ مين ده؟ مين ده؟ ده البنك اقصى حاجه 10%. في ناس في الثمانينات تجار كبار، ولما كنا بنناقشهم كانوا مغيبين. واحد تاجر في طنطا باع 3 عمارات وباع مش عارف 30 فدان وراح حطهم في احدى شركات توظيف الاموال. يا عم انت ازاي؟ قال ما انا لقيت نفسي ان انا التجاره والعرق والحاجات دي كله ما بيجيبش حاجه، ولازم ان احط في الكلام.
فباع وناس كتيرة اتبهدلت في هذا الكلام. انما طالما في ناس كتيرة بقى في الثمانينات اتبهدلت في هذا الكلام في خلال فترة قد ايه؟ يعني هل انتوا سبتوهم لفترة طويلة لدرجة ان هما ما هو المشكلة الناس مين؟ كلها طمعت كده؟ لا المشكلة ايه بقى؟ المشكلة انك تيجي ولليومنا هذا وفي احدى القضايا كانت في مدينة نصر من سنتين او ثلاثة، يا جماعة انتوا بحطين فلوس عند يا بيه ابعد عننا والنبي، الراجل ده راجل كويس وشغال كويس والكلام ده، وده ما فيش دفعوا عنه هما اللي ايوه ولا مودع وحيد لهم مش هتاخدوا فلوس كده بتقولوا كده ولا مودع وحيد. طب سمعت حضرتك يا محمد قال ايه؟ قالوا له لو مش هتاخدوا فلوسكم لو قلتوا كده يعني ده من كل ناحية. ايوه خلاص هقول لك واقعة في الثمانينات دي، انا بقى كنت هم اللي قبضوا عليه وضعت لا هقول لك وقع سنه 88 سنه 88 اللي طلع محافظ البنك المركزي في ذلك الوقت المرحوم علي نجم وعمل بيان في الجرايد والاذاعه والكلام ده وان دول شركات نصب، ورحت وقفت قدام مكتب في الهرم بتاع احدى الشركات اللي كانت موجوده، وفوجئت ان هم جايبين فلوس وقاعدين كده الموظفين وبيقلبوا الفلوس في ورا منهم في شكاير وحطوها. واحد جه على الشباك قال له انا عايز اسحب، قال له قوي اكتب باستماره، راح كاتب الاستماره بالمبلغ ومش عارف ايه، قال له هاخد فلوسي دلوقتي، قال له من عند الاستاذ هناك في الشباك الثاني فراح للراجل الثاني قال له انت هتسحب فلوسك، قال له قال له بس اعمل حسابك الاستماره دي لا يمكن هترجع تاني للبتاع ده، انا ده مسحب. قال له ايه؟ هات الورقه انا بس كنت بختبركم. حركات يعني عملت نصب بس ايه محبوكه محبوكه شوف بقى شوف الدوله بتقول دول نصابين، المباحث الاموال العامه بتقول دول نصابين وحذروهم، محافظ البنك المركزي بيقول دول نصابين وفي تحذير وان ما ردوش الفلوس هيتعمل فيهم وهيتعمل. والله هذا الرجل حصل قدامي بيقف عند الشباك، راح كتب الاستماره راح يصرف الفلوس، الراجل برسول الفلوس قال له هات الورقه انا كنت سحبت كلام انا كنت بختبركم. طيب يعني هي عملية اتنصبت لا هي انت عارف دي بقى اللي هي اذبح نفسي عليكم يعني هو خلاص بقى يعني الناس هتعمل ايه اكتر من كده والدوله هتعمل ايه اكتر من كده ولما يكونوا هم المودعين نفسهم او بلاش بقى المودعين يعني المواطنين نفسهم هم اللي بيدافعوا عن النصاب ده لحد اخر لحظه، هو معتبرهم هم حائط الصد بتاعه، هم حائط الصد يعني الى هذه الدرجه؟ ده انا بعمل لنفسي يعني انا ببقى فرض اعمل لنفسي قوه ضاربه اقدر انا اتعامل بيها مع الدوله، انا بتعامل مع الدوله بالناس دول. يعني البنوك يا جماعه البنوك أرجوكم البنوك مهما كان مقدار الفايدة اللي احنا بناخدها منها من البنوك هي الأكثر أمانا خير طبعا وأحسن طبعا أكثر أمانا بالنسبة لنا وعلى المدى الطويل هي الأكثر أمانا. والبنك ليه فايدته حلال؟ لأن البنك بيشغل فلوسي في العديد من المشروعات اللي بعد كده أنا بستفيد منها، ولما بتزيد المشروعات دي بتزيد الفوائد بتاعة البنوك. أنا إيدي مع الدولة، بلاش إيدي تبقى مع فرد، الفرد ده هيسيبني هقع وهو هيجري في حته تانية هو المستفيد، لكن انا طول ما انا مع الدوله وجوه بلدي انا اللي مستفيده. النهارده كان الموضوع شيق الى حد كبير جدا، مع ان ما كناش متوقعين ان هو يبقى كده، سعيدنا جدا بوجود كل الضيوف اللي كانوا معانا النهارده، كان معانا مواطنين طيبين قوي 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 اللي هم الاستاذ محمد عبد الرحمن، استاذ عيد علي حسن، استاذ محمد اسامه، استاذ طلعت عبد العزيز، طيبين قوي. شكرا فندم. وكان معانا طبعا الاستاذ عمرو الجنايني مدير عام احد البنوك الكبرى، بنشكره جدا على وجوده معانا النهارده، بنشكرك جدا يا استاذ عمرو، اهلا وسهلا بحضرتك. بنشكر الاستاذ عبد الشافي شعيب مدير عام بنك حكومي سابق، بنشكره جدا حتى على موقفه النهارده وهو الاستاذ عمرو مع من البنوك بشكل كبير جدا، بنشكركم جدا. بنشكر بقى السيد اللواء فاروق المقرحي اللي بيجي معانا كده وداخل بقوه كده وداخل بصدره، النهارده هو كان زعلان قوي من السوبر ماركتات والناس اللي فيها، والكلام على مسؤوليته على مسؤوليتي. سيد اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخليه الاسبق، شكرا لكم مشاهدي الاعزاء، ولقاء يتجدد في الاسبوع القادم ان شاء الله وملف جديد عاجل للاهميه. شكرا لكم.